وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. مركز كعثمان بن عفان اي مقالدة عير قابو ايا مناسبة بلاران وقبتي شانيو كنتنر ديو حيفتي اي كتاب كا قرآن كا كريم كا اكو اسيو سوكو جرا ويلال يهبلو وحنا مناسبة دانو سير سراء لو سواق اسيما اي كا قبصون تاي مسجد كعثمان بن عفان اي مقالدة عير قابو وحنا كسوقي بقلي ما يركد دقمد عير قابو حل ديمانو علماء الدين والدين اي مرتشرف كلي وقو هرين واحد تاريخ دان مركز كاسي فافاهين كبحية عبد الرساق جمعال الدرير وكترسن مسؤولين تان مركز كعثمان بن عفان من مدرسة المدردير أي سو جرتي ومدرسة مركز فعوين إلى يدوري السقاشن كي أي الله فوري فرعيد وقو هرييي أردي فربضان أي مركز كقلين شبيسي أما دفعدو إلى كوبية توم دفعدو أي كقلين شبيه أي أن أوران كراه أن أردي دي مركز كقلين شبيسي وقو هرييسي ما أنت قاربا مركز ماستر أه قاربا دكتورا أه جامعات إسلامية أه قاربا مركز هذا دكري أه درسدو ay ka kooban tahay saddex farac ama saddex qaybood arday adigu ila iyo markaasi 800 arday ayaa dhigta markaasi saddexda farac hada baahi markaasi ugu waaweyn ee darasadu ay leedahay waxa kamida hall markaasi shirarka iyo maxaadiraadka loogu qabto malaha taana insha Allah taala dadka muxsiniinta waxa nagu baaqayna inay markaasi ka soo qayb qaataan qaar kamid ardayda quraanka xifdiye ayaa halkaas ku soo bandhigay quraankii ay ka barteen markaskaasi wa imma tu'ridan anhum ghatar rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sidoo kale waxa halkaasii hadalkaysiga kala dambeeyay xubno isugu jira culimowdiin waalidiin xildhibaano iyo masuuliyiin kale ardayda quraanka baranaysa macallimiinta إدارة ده إيا أنك أنا دمان تاني دعاء دودن با قرآن كحفدين تيسو روح ياري روح وين من نماله قفك سددا على جهد بو باهن يهي إلهي كتاب أنه متقار بكر وقاضي انتي كحفدي إيد راسيسي براتي أي إلهي سبحانه وتعالى كر وقاضي هوسن إلهي وحو قد يا عدي كتشي ستي أولا أدادا مارتي قلن شبنيسا إيا قرآن كحفدي أيام مركو رسول وين يا وانا ود حينينا وانا بارك إن شاء الله معنا أيو شهدوا ومحب دينت وما الخيرات وما هدي لهي اللهم علمين تيو مروديو بربارتيو مسؤولين تباركي أرن لو حفلة ديو وحفلة لو قبتو ولو دبال ديو ولو دماشادو waxa ugu weyn ilaahay subhanahu wa ta'ala kitabkiisa haflad wal bina qiima wax ila leedahay oo ku qiimeysan tahay arinka loo qabanayo ardaydii quraanka xafiday 30 jis ee khatintay aadiyad baan ugu faraxsanahay maanta ina ka soo qayb galo gabagabadii munaasabadda ardayda quraanka xafiday loo qabtayna waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil haaji nuur waxaan rajaynayna inaan noqotaan كويس نفع نفسينا والكينا دلكينا يدلكينا با كو ينفع الى خيره الى شاشين ويديننا وعن رجيننا مستقبل يهرمر لبا دارود با اما يهولكا شرالكا اما ملوب شاقينا دورة حسامة كقيب كرينا وعن رجيني لدمان gunaanad kii munaasabadaasina waxa halkaasii shahaadooyin iyo waliba kitaabka quraanka kariimka lagu gudoonsiiyay 15kii arday ee markaaska Cismaan bin Cafaan ka dhameeyay quraanka kariimka Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.